إيش عيونهم لشيوخ كانوا أحبال خاضر. أنا قلت كلام واضح، هذا هدف كلامنا في السماء، والمسألة سمحني في هذا بالذات طالب علم المتقن. إن شاء الله أنا لسه فارغ، طالب علم المتقن سيفهم هذا. أما الذي يمكن أن عنده فرضيات معينة يقول طب ما احنا نحرر أفضل هذه المسألة كتأسيس علم الوجود وتفصيل علم الوجود، أو حتى الثقة، لأن أصلا أنظر المسائل حتى في الجامعة أنا أصلا ناقشت أكثر من رسالة وممكن يا الحمد لله مسجلة، مع حتى دراسة المسائل العلمية الموجودة كلها على ثقة للطلب، على ثقة للطلب. لكن في شيء احنا قلنا أن مسألة السنة لا يمكن أن يفارقها مع التفصيل من المدرسة التي الحق التي نتكلم فيها لتعليم الناس كيف قوالب الفهم يصلون إليها بالآلة، هذه أيضا والسنة معها كف لارتباط الناس بالخير.